خاطر الدكاره والدكاريات، خاطر العبديات وخاطر المكتسيات والمراشيات، التضاريات والقنزويات. ديري خوتي وخواتاتي زيد اخويا وزيد زيد وزيد يا مجدول الحرير. السلام عليكم اخوتي العزاز، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وباتم الصحه والعافيه لانتم الناس العزاز عليكم. كنتمنى المهمات ديالي خوتي وخواتاتي اعطوني اللايكات ديالكم وضربوا لي التعاليق والبارطاج الى جات خاطركم. الله يكبر بكم اخوتي العزاز، كما توحشتوني راني توحشتكم، توحشتكم اخوتي بزاف. المهمات ديالي خوتي خواتاتي اعطوني اللايكات. في هذا الفيديو غادي نقول لكم واحد الشهاده لله اخوتي، الشهاده لله بحكم انني تلاقيت مع البدويه. راكم ما صورتش معاه ما والو، كنت تلاقيت معاه مؤخرا، مشيت عنده وصورت معاه واحد القيطه مع ديك مطبخ بنت الحاج وتلاقيتها وشتا كي دايره وشفت التفكير ديالها كي داير وشفت ديك السيده كي دايره. غادي نقول لكم الشهادة لله بحكم هذا الصراع اللي وقع ما بينها وبين بناتها وما بين منعيم، وغادي نقول الشهادة لله اخوتي. انا اخوتي غنضل في هذا الموضوع بمدام اننا بعدنا على ديك الاسره المشوهه، الاسره الملعونه. قسما بالله الا كان بحال جانا اكتئاب بديك المشاكل ديال ديك الاسره المشوهه، عائلته وكل شيء وربيعته وراه صافي. انا بحال كتمرت باكتئاب ما نكذبش عليكم، كنت على مابقاش حامل نهز الكاميرا ولا نصور. علاش؟ بسبب الاسره المشوهه، بسبب المشاكل ديال مابقاوش يساليو. ولكن احسن حاجه داروا القنوات هي انهم اتحدوا باش مابقاوش يتكلموا عليهم، مابقاوش يهضروا عليهم، مابقاوش يطلعوا عليهم مشاهده. الله يعمل لك السريعه ما تخرجي عريانه، الله يعمل لك شنيتيكه ما تاخذش عمو الخرشف، وسيري شوفي شي واحد اكثر من مول الخرشف تزوجي به، شغلك هذاك صافي. داروا عليكم مقاطع دابا تلقى السريعه كتندب في الغزاينو والخلفاينو، المهم تيقاطعوني. واش شتي شنيتيكا؟ كنا مكبرين بك ونتاقدوك وعندك مشاهده، دابا انت وحده بقيت تسوق ليكم. انا ما غنتكلمش عليكم، غنتكلم على البدويه، البدويه والمشاكل ديالها وعلى البدويه واشنو دايره مع بناتها واشنو شفت انا. كلشي اخوتي غادي نعاودو ليكم. اول حاجه البدويه والله الا طغيتي بزاف، قسما بالله هاد السيده طغات واحد الطغيان ما كاينش. عمرني ما شفت شي ام طاغيه فحالك انت، ما نكذبش عليك، طاغيه لواحد الدرجه ما تصوروش. بنتك خرجت كدور على فلوسها هي ومون. شوف واحد القضيه، نقول لكم واحد القضيه راه باينه هي اللي ما دير فلوس، انه واخا ان بعض الظن اثم، ولكن مادام انت كتشوفي بنتك تسرقوا لها الفلوس وخارجه كتهضر لها حقها اولا هادي. واخا انا ماشي مع بنتك، انا نهضر في مواقع التواصل الاجتماعي، اللي تسرقوا لي فلوسو امشي للقضاء، التجا للقضاء، ماشي تخرج لليوتيوب وتهضروا. ولكن نقولوا حنا بنتها غلطات وخرجت هضرات في اليوتيوب، وانت نواعي عرفتك ديما ضد بناتك، ديما هاد البدويه ديما ضد بناتها، بناتها تسرقوا لي ضدهم ديما. مادام انت ضدهم الا ما تكونيش تديتي الفلوس انت وقسما انت وداك النسيب ودرتي قسما منا ودازوا من هنا. مع العلم انا مو نعيش راه ما عنديش معاه، مش مكذبش عليكم، لا مونعيش لا بنات لا بنات الهيطوكية حتى واحد فيهم ما عندي معاه انا. غير انا ملي مشيت تما وشفتها اش غادي نقول لكم؟ راه لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، قسما بالله. واخا انا تشاركت معاه بالطعام وداك الشيء، ولكن انا نقول ما غنكذب عليها ما والو. الا ديك السيدة في الكاميرا كوم وفي الواقع كوم واحد اخر، شي امام الكاميرا كتبان لك تصوروا. عمرني انا ما شفت شي انسان كيبكي ويضحك في نفس الوقت، يكون يبكي معاك حتى كيقلبها ضحك او يكون كيضحك حتى كيقلبها بكا. هاد العائله ما عرفتش هاد العائله كيديروا الدموع وعاري شعرك وديك الحاله، وكان عبر عليك منعيم، والله الا عبر عليك منعيم قسما بالله الا تستاهلي اكثر من داكشي اللي دار لك. شي داكشي دار لك منعيم، انت خرجتي وسبيتي الام ديالك حتى هو سب لك الام ديالك عادي، انت كيما انت عزيز عليك الام ديالك وخا انت عارف ما كتحمليش امك، حتى هو عزيز عليه امه. خرجتي كتعايري فيه وكتشرشمي فيه فين هما فلوس بناتك؟ فين هما كتقولي كنسعى منعيم السبع منعيم وليدي؟ وعطيهم فلوس ديك اللي كتسعى البدويه، عطيهم فلوس اللي دخلتي عليهم على السوبر شات وعلى المشاهدات اللي كنتي كتدخلي والزبابل ديال الفلوس والحوالات الماليه ملي هضروا على حقهم. شتي الصهد قريب لك، شتي القضيه العافيه كتشعل قريب، شي على حداك العافيه ارمت في هذه العافيه نوض نهاجمهم ونهيج عليهم الراي العام. هو عارف كيقول لها تصور اللي انا اللي استغربت لي ان تحيه لطاطا مديعه كتقول لها سكتي راه الناس ما بغاوكش ديري بحال هادشي، راه الناس راه قالك غلطه
كتقولي ما شغلكمش، انا باغا نخدم. بالنسبه لها هي ان الظرف في بناتها ولا الظرف في الشراب ديالها ولا خدمه، كلشي هي عندها خدمه، كلشي الشوه ديالهم خدمه. راه ما كرهناش، ما كرهناش قسما بالله، ما كانش يكون شي قانون في هذا اليوتيوب او شي قانون مغربي يدافع استئصال صحابة القنوات. اللي خرج ماشي كيلو تكون حقه متابعه، بحال هاد النواعير هادي. شكون يجيب داك النواعير انت؟ شكون اللي سماك؟ خرج السيد منعم كيهضر على حقه الدولي فلوسه، ما الدولي فلوسه، انت تقرصتي. قال لك ملفز اخوتي كيقفز، مادام انت تقرصتي وخارجه كتهاجمي بنتك وخارجه حيت انت. هذا هو البيع، هذا هو ديك عيب كريشه، البيع دمو، الواكل لا الواكل لحم والشارب دمو. وراه هي هذه، هذه حمو، هذه مرت حمو، هذه سميت مرت حمو بعد اخوتي حموة. هاد الهيطوكيه هذه. تصور السيده كتشد زبابك ديال الفلوس وخارجه البارع، علاش قول لي هوب انا شاريه الكراج، والكراج نعرفك انك شاريه كراج وبغيتي تعمري الهري، باغا ديري هري وما عمرتيش لان ولد نسيبك دار لك كارثه كبيره وانت عارفه شنو كاين، هذا شي ديال الخاص. علاش تقول لي ما انا شاريه الطوموبيل شاريه بكريدي؟ وقسما بالله الا الزلط رحمه، شي زلط رحمه وجبيره للعظام. لهاد المزاليط بحال هاد النوع خاصهم يبقاو مزاليط. عقلتهم اللي كانت كتقول لنا البدويه حرام، انا بغيت غبيت في السطح فين نقرب نياتي، بغيت عبيت في السطح فين نقرب نياتي. درتي الدار الله يسهل عليك، درتي الطوموبيل، درتي الكراج، وباقا طامع الله يسر، باقا طامع. شحال في عمرك دابا انت؟ كوني واحد 60 عام، واحد 60 عام ولا 50 عام، شحال باقا لك غتعيشي هذا العمر؟ باقا كتجري على الدنيا، وباقا كتجري على الملايين، وباقا ملهوفه، وباقا السيده ما قادش الادسنس. حنا قنواتنا صغار كنصوروا فيديو في النهار جوج وكنغبروا صافي كنعياو. والله يسر، هي لايف مورا لايف، فيديو مورا لايف، بوز مورا بوز، محاكيم، شوه الفضيح. مدينة فاس شوهتو ديك المدينة، لكن غا مدينة فاس قسما بالله إلا شوهتو هي ديك عين السيخ ولا عين المسخ ولا سميتها، درتو الشوهة والكوارث العظمى. وأنا شفتك كيفاش كتصرفي، مجهدة لواحد الدرجة شالوطية من الآخر، أحسن تعبير هو شالوطية. شالوطية خوتي راه والله قسما كنت نشوفها في الواقع، إلا غادي شي وحدين غيتصدمو فيها، كيفاش كتهضر وكيفاش كتغوتو. هي الحاكمة في الدار، ما كاينش اللي ينفلف قدامها وما كاينش اللي يهضر قدامها هي، والغوات والصداع وكتسير كلشي، خاصها دير كلشي تحت الصباط. هي بناتها، بناتها كتغير منهم. تصوري عمري ما شفت شي ام اخوتي كتغير من بناتها. شحال جات في المشاهده؟ لا ما تصوروش دابا، لا اللايف خاصو يكون عندي انا في القناه الكبيره، لا القناه الصغيره، جوج قنوات هما اللي ما كتقنعيش. انت على الاقل كتكون واحد تشدي واحد 15 مليون، هي القليله ما بين 15 20 مليون اللي كتشد البدويه والو ما كتقنعيش والو، ما خاصك تحل بيلو ماكسيمو. فك جوع قديم، شي جوع قديم فك ولا مقرجة فك شي دعوة. اش دخلك تي بناتك؟ اش دخلك في بنتك؟ بنتك بغات فلوسها مثلا، علاش خاصك ضروري تخشي كرموصك في البوز؟ خاصك تكوني انت داخلة في هاد الصراع والو، كتاكلك قزيتك، خاصك دخلت انا في هاد الصراع وتاني غوت، تاني هضروا عليا القنوات وتاني هاجموني باش تنطلع تاني المحتوى، باش تاني ندير الفلوس وندير والبدوية. حتى واحد ما غينعصبك في قبرك. شي لك انت، انا في اخبارك، انا من الاول كنت شاكفك انت ديتي الفلوس لبنتك في الاول، كنقول غا هي ونسيب. هما كيشطوا لبناتها بجوج قنوات كشطوهم، ودابا ملي خارجه رجاء الى عندك شي دليل. انا النصيحه اللي غنصح رجاء ام نعيم، سيروا للقضاء، التجاو، راه كاين القانون في البلاد، سيروا للقضاء. راه ماشي سايبه اللي جاي يدي لكم فلوسكم، ديك الساعه غتبان لك انت هي ما تسمحوش ليها. شي اللي كانت البدويه تمشي تعاقب تدوز حبيب بيس، لان يعني نصابه. انت شحال سعيتي بمريم زياد، كلنا زياد، عقلتي ملي كتقولي مع وليداتي ومع دمي؟ تنواح بعدا، تنواح والبكاء عاطي 10 للدص. انا لا اتعاطف مع البدويه من الاخر، انا خوتي مع الحق. الانسان اللي دمهم الله يسر ما كيعقلوش عليه، كبدتك كبدتك. حنا كنعرفوا الامه، كنعرفوا ان الوالده مسكينه الله يرحمها، كان النساب كيكونوا عزيز على النساب، يعني اللي واخد بنتها كيكون عزيز عليها. انت نسابك الله يسر ما كتحمليهمش، بناتك ما كتحمليهمش، وحنا كنعرفوا الام هي اللي كتاخذ وكتعطي لبناتها. لا شي بنت مزوج، شي بنت مزوجه ما عندهاش، ولا الزوج ديالو ما عندهمش، الام ديالو كتبقى تاخذ من دار والديها وكتكمل عادي، كيتعاونوا معاها. وانت الله يسر انت كتمصي مصاص الدماء، هي هاد النمروده هادي، ما كتعرف هادي لا خويا لا ولدي لا حبيبي. اللي جا قدامها كتمص، هادي ما كرهاش دبانه تكون طايره في السما تمص من الاسنس والطلقه. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم، وهاد الشهود اللي دايرين وهاد الفضائح اللي دايرين،
والبكا البكا وعريتي داك الراس وتشو هو. الله يخليكم ديما مفضوح، هادشي اللي غادي نقول لكم، الله يعطيكم شوها في شوها، والدعاوي والبكا ومشكلة الناس كيقولوا المتابعين يقولوا حبسي اللايف حبسي اللايف، راه الناس ما بغاوش هادشي. كتقولي من لا خلوني نخدم، بالنسبه لها هي هاد المعاطي وتشو راه خدمه خدمه خدمه، واولادها كانوا في السجن وكانت تقول لهم خلوني نخدم خلوني نخدم راه باش تعرفوا السيده راه لا حول ولا قوه الا بالله، هادو راه غير دعوا مع السجن، هادو خاصهم خط الغرامات ولا الحبس، عاد باش يتهناو. الله يتبعكم البلا، تحياتي لكم من المهمات ديالي، الى فيديو قادم ان شاء الله. وانا راه كنتما وشتك باش كتصرف، قسما بالله الا ديك السيده خوتي في الواقع كوم وفي في الكواليس وفي اليوتيوب كوم واحد اخر كتبان لكم دريويشه وهي راه مجهده بزاف. تحياتي لكم.